بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلمتين ونص. والكلام مستمر، وكلام طبعا لازم يستمر عن الحكايات اللي احنا بنحكيها في الظلم، في الاستبداد، في النفاق، في الأشياء دي كلها، لأنه الحقيقة الحياة ملهاش طعم أبدا لما تكون خانع وخاضع وراكع وساجد لغير الله. الحقيقة يعني أنت تشعر بأنك لا شيء، ريشة بيحركك الريح زي ما يحب وزي ما يريد، مالكش قرار، مالكش قيمة، مالكش حاجة. زي ما بنسمع النهاردة في عهد الظلم والاستبداد والانقلاب، ناس كتيرة بتقول لك خلاص احنا اتهلنا والمهانة بقت على الكل. بقول لك يا سيدي ان في يوم من الايام وفي الغابة كان في نمر، كل ما يشوف الحمار يضربه على قفاه، يضربه على قفاه. فالحمار قال له يا سيادة النمر، في يا سيادة النمر انت واخدني ملطشه تخ. قال له انت مش لابس طاقيه. بلبس طاقيه. قال طاقيه ايه يا حمار، البس طاقيه ايه؟ قال له اسمع الكلام، اما تشوفني تلبس طاقيه. كل ما يقابله يديله على فاه، يا سعاده النمر بقى وانا ايه، ما الحيوانات كتير، يقول له البس طاقيه وتعالى. قام النمر قال لك بقى انا لازم اشتكيه، راح للاسد. قال له يا سياده الاسد احكم بيني، النمر بيشوفني وموكرني كارتني على قفايا كل يوم ويقول لي البس طاقيه، هو الحمار بيلبس طاقيه واحنا في الحديقه بنلبس طاقيه يا سياده الاسد؟ قال طب سيبني انا هتصرف. استدعى النمر وقال له يا نمر انت مزودها من الحمار ليه؟ وبعدين انت غشيم هوا نمر، كل يوم تقول له طاقيه يا اخي، اخترع سبب تاني، خليك ذكي. نمر ايه ونيله ايه ومنظر وجلد مخطط وبتاع وبتجري وبتطلع في، لا 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 انت نمر عبيط قوي. قال له هنعمل ايه يا باشا؟ قال له هنعمل اختار سبب. قال له اقول لك على حاجه، قول له هات لي تفاحه. هيروح يجيب لك تفاح، حمار يجيب لك تفاح. لما يجيبها لك هتبقى خضراء صفراء. قال له تمام. قال له جابها لك خضراء، قول له تخ، انا كنت عاوزها ايه حمراء. ان جابها لك حمراء اقطعه على قفاه وقول له ايه، انا كنت عاوزها خضراء. يبقى كده عندك سبب والحمار يقتنع. قال له طيب. نزل النمر تلاقى الحمار، قال له تعالى مش هضربك، تعالى انا عاوز تفاحه. فراح جاب له تفاحه حمراء، قام واكله على قفاه. قال له حمار انا قايل لك عاوزها خضراء. قال له والله انت ما قلت بس انا اجتهدت يعني. قال له ما تجتهدش، روح هات التفاحه اجري. روح جاب له التفاحه الثانيه خضراء، قام واكله على قفاه. قال له حمار انا طلبتها حمراء مش خضراء. قال له والله العظيم انت طلبتها خضراء وانا جبتها لك خضراء بقى. واكله على قفاه الم فظيع قوي. قال له في ايه؟ قال له بص بقى حكايه الخضرة والحمرة، انا هضربك لانك مش لابس طاقيه. بس خلاص هضربك، انا عاوز اضربك مزاج اضربك. وانت حضرتك لما بتروح مصلحه من المصالح بيبقى فيها الشرطه ولا الجيش، بيقول لك اسمك ايه؟ وسنك ايه؟ وقف في الصف يا مواطن، وتروح تطلع جواز يا راجل ويقفك في الطابور ويقول لك هو انت فلان؟ وروح تصور هنا عند الكشك اللي جنبينا بتاع الشرطه ده، وتبقى معاك الصور، هو بيهينك بيهزاك بيطلع عينيك. واول ما تخش الجيش الجندي مجند، راجل لسه دكتور متخرج ولا مهندس، ويقول لك هنا مفيش حاجه اسمها انت هنا رقم، انت هنا مخله، انت هنا مش عارف ايه. ليه يا عم؟ يقول لك عشان اربيك عشان تبقى راجل. هو لازم تهزاني عشان ابقى راجل يا معلم؟ لا، بس هي دي الحكايه ببساطه، انه لازم تتحسن ولازم تتضرب على قفاك وما ترفعش صوت وما ترفعش دماغك في اللي بيضربك. ده زمان ايام جحا، ايام خالتي وخالتك، يمكن دلوقتي الناس بتضرب وساكتة، لكن هيجي يوم الضرب فيها هيبقى شديد. وما 25 يناير عنا ببعيد، وبكرة نكمل في كلمتين ونص.